أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وهذه أبرز العناوين. القدس العربي، رايتس ووتش، قانون جرائم المعلوماتية العراقي يقمع المعارضين. العرب اللندنية تتساءل كيف أخفقت واشنطن في إدارة سياسة الاحتواء المزدوج بالشرق الأوسط. وفي تقرير لصحيفة الرؤية العمانية، كوفيد-19 الاختبار الأكثر شراسة لقوة الصمود البشري أمام هجمات اللاكائنات. في زاوية مقالات يكتب رضوان السيد في الشرق الأوسط ضرورات مواجهة إيران وما فات الأوان، ويكتب السيد زهرة في أخبار الخليج البحرينية ترامب وضربة الساعة 11 لإيران. التفاصيل بعد لحظات. قالت صحيفة المدى العراقية إن متظاهري الناصرية يتوقعون تصاعد الاحتجاجات، والحبوبي عنيدة ولن ترضخ. فقد عاد المتظاهرون بنشوة الانتصار، واعتبر الناشط مصطفى الناصري أن ما جرى في ساحة الحبوبي لن يمر بدون رد من المتظاهرين عبر تصعيد الاحتجاجات، وهي الساحة الوحيدة التي ما زالت صامدة ولم تسلم. نقلت صحيفة القدس العربي عن منظمة هيومان رايتس ووتش تحذيرها من مشروع قانون جديد في العراق يهدف لخنق حرية التعبير. ويتضمن المشروع أحكاما غامضة من شأنها أن تسمح للسلطات العراقية بفرض عقوبات قاسية على حرية التعبير وخنق النقاش العام والنقاش عبر الإنترنت. ونبقى في القدس العربية التي نقلت عن واشنطن بوست ترامب يخوض صراع إيرادات مع إيران والحرب ممكنة. وهناك البرنامج النووي الإيراني الذي يحمل معه مخاطر محتملة. وتقول مصادر إن البحرية الأمريكية ستبدأ بتحريك حاملات الطائرات باتجاه الخليج كوقاية من أحداث غير متوقعة. عنونت صحيفة أخبار الخليج البحرينية تعليمات إيرانية مشددة لميليشياتها في العراق لا تستفز أمريكا حتى يغادر ترامب البيت الأبيض، وعدم إطلاق أي صاروخ على الأهداف الأمريكية في العراق كرد فعل على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة والتحلي بضبط النفس. قالت صحيفة العرب اللندنية إن إسرائيل رسمت حدا بشريا يمنع إيران من الاستمرار في مشروعها النووي، وذلك بتنفيذها عملية اغتيال المسؤول الأول عن المشروع النووي الإيراني والقيادي في الحرس الثوري اللواء محسن فخريزادة، لتوسع من دائرة تصفية المتنفذين في القرار النووي الإيراني. كما تساءلت العرب اللندنية كيف أخفقت واشنطن في إدارة سياسة الاحتواء المزدوج بالشرق الأوسط. ويثير روبرت فارلي الأستاذ في كلية باترسون للدبلوماسية الدولية بجامعة كنتاكي عدة تساؤلات تدور حول ماذا لو أنقذنا اللعبة قبل غزو العراق، وكيف كان يمكن للولايات المتحدة أن تدير العراق وإيران بجوار بعضهما البعض، وكيف كانت ستبدو الخيارات الاستراتيجية اليوم، مشيرا إلى أنه في عقاب حرب العراق أصبح الاحتواء المزدوج عبارة عن إدارة حالة متداعية. وفي تقرير لصحيفة الرؤية العمانية، كوفيد-19 الاختبار الأكثر شراسة لقوة الصمود البشري أمام هجمات اللاكائنات. ونشرت صحيفة The Economist البريطانية تقريرا أبرزت فيه أن جائحة كورونا دقت ناقوس الخطر للبشرية، فقد ذكرت كل إنسان بأنه رغم التقدم التكنولوجي الذي أحرزته الحضارة الإنسانية إلا أن الجنس البشري لا يزال عرضة للكوارث التي تهز العالم. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
من المقالات يتساءل عدلي صادق في العرب اللندنية، هل يصبح العراق بلا أمريكيين وإيرانيين؟ ويرى الكاتب أنه منذ تولي الكاظمي منصبه قادما من المؤسسة الأمنية العراقية الموصولة بالأمريكيين، وأدى زيارة رسمية إلى إيران في يوليو الماضي لكي يوازن علاقاته السياسية في الإقليم. ربما قدم للإيرانيين صيغة لا تخلو من فائدة، وهي عراق بلا أمريكيين وإيرانيون يظفرون من الغنيمة. ويكتب رضوان السيد في الشرق الأوسط ضرورات مواجهة إيران وما فات الأوان. يقول الكاتب: ما عاد الصمت ممكنا، وما عاد تجنب الحرب بالتسليم أو التجاهل مفيدا، أو يبقى السلام السياسي والاجتماعي والإنساني رهن سخط إيران على هذه الإدارة الأمريكية الجمهورية أو رضاها وابتزازها لتلك الإدارة الديمقراطية، ولا بد من الكفاح بكل الوسائل. ويكتب السيد زهرة في أخبار الخليج البحرينية: ترامب وضربة الساعة 11 لإيران. يقول الكاتب: أحد كبار المحللين الأمريكيين هو ديفيد إغناتيوس، كتب في صحيفة واشنطن بوست يدعو كل العقلاء إلى العمل على منع وقوع كارثة الساعة 11، ويقصد بذلك احتمال أن يقوم ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران في الساعة الأخيرة من حكمه، لكن القيادات العسكرية الأمريكية رفضت الأمر ونصحت ترامب بالتخلي عن ضربة عسكرية قد تشعل المنطقة كلها وتهدد بتداعيات يصعب السيطرة عليها. مشاهدينا، في حوار أسبوع الصحافة ينضم إلينا بعد قليل من أبوظبي الدكتور سيد غنيم رئيس مركز دراسات الأمن العالمي والدفاع. يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من أبوظبي الدكتور سيد غنيم رئيس مركز دراسات الأمن العالمي والدفاع. مرحبا بك دكتور سيد إلى هذا الحوار. مرحبا بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا بك. لنبدأ من رأي الواشنطن بوست: ترامب يخوض صراع إيرادات مع إيران والحرب ممكنة. ما التوقعات بشأن ذلك؟ بشكل محدد وإجابة مباشرة، أولا أنا بشكر حضرتك لاستضافتي وسعيد جدا بالوجود معكم. إنما إجابة مباشرة أن هناك توقعات قليلة للغاية، إلا أنها موجودة. بمعنى، كنت عن نفسي كنت كتبت مقال بعنوان كل الأصابع على الزناد ولا أحد يريد الحرب، وكنت أقصد به الولايات المتحدة، بعض دول الخليج وإيران، ولكن في النهاية لا أحد يريد الحرب. المشكلة الأساسية أن ترامب ربما وضع نفسه أو وضع في موضع أنه على أهبة استعداد للحرب منذ منتصف عام 2019، يعني منذ أكثر من عام ونصف الآن. نعم، البحرية الأمريكية ستبدأ بتحريك حاملات الطائرات باتجاه الخليج، وذلك كوقاية من أحداث غير متوقعة، والمواجهة مع إيران تظل العامل غير المتوقع والمجهول في الأمن القومي الأمريكي. دكتور، هل الحرب في الخليج باتت وشيكة؟ المشكلة ببساطة شديدة هي أن الموضوع بقى أكثر حساسية، لأن ترامب على وشك الخروج من موضعه كترك الإدارة الأمريكية. يتخوف بعض المحللين والمراقبين أن ترامب قد يستخدم هذا الموضوع، محللين يرون ذلك، لاحتمال مد فترة حكمه أو وجوده بأي شكل كما حدث أثناء الحرب العالمية مثلا، أو أنه سيجد ترحيب. إلا أنه قوبل برفض شديد حتى من بومبيو نفسه ومن القيادة المركزية الأمريكية ومن البنتاغون أنه لا يمكنهم الحرب حاليا. حضرتك، في نفس الصياغة ربما تكون
أجابتي الإجابة البليغة، يعني أن التحرك، أولا التحرك الأمريكي للخليج بقطع بحرية أو بحملات طائرات أو حتى بالطائرة اللي هي بي 52 قبل كده اللي تمت من أيام، ليست أول مرة، وهو شيء معتاد سواء ضمن خطة البحرية الأمريكية لتأمين المسارات الملاحية حول العالم أو لتأمين المصالح الأمريكية في منطقة الخليج وتأمين حلفائها، فهو أمر ليس بجديد. حقيقي هذا يتزامن مع بداية أمريكية في سحب بعض من قواتها العسكرية في أفغانستان والعراق والصومال. إنه ها لكن ها يعني هذا بيبين تكثيف قوات في اتجاه وسحبها أو تخفيضها في اتجاه آخر. لكن هذا ليس معناه لشن حرب. هو كما ذكرت أو تفضلت به حضرتك، وهو للردع أو للجهازية. إلا إن كما قلت لك لا أحد يريد الحرب، خاصة إيران الآن، لأن إيران في وضع ليست في حمل أي تحرك عسكري، حتى هي الآن تحتاج للسلم أكثر من منتصف عام 2019 في عز الأزمة الإيرانية الأمريكية. دكتور سيد، موضوع يتحدث عن ترامب وضربة الساعة 11 لإيران، فأحد كبار المحللين الأمريكيين هو ديفيد إغناتيوس كتب في صحيفة واشنطن بوست يدعو كل العقلاء إلى العمل على منع وقوع كارثة الساعة 11، ويقصد بذلك احتمال أن يقوم الرئيس الأمريكي ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران في الساعة الأخيرة من حكمه. هل تعتقد أن ترامب سيفعلها في الساعة الأخيرة من حكمه؟ لا أعتقد. وإجناتيوس هو حتى شوف موضح نفس ما تم ذكره في السؤال الأول، أنه احتمال كائن وقد يكون في الساعة الأخيرة. يعني إذا هو لا يقصد هنا الساعة الأخيرة، ليس الساعة 11 مقصود بها الساعة الأخيرة، ولكن لا يقصد الساعة الأخيرة أنها ستكون في الساعة الأخيرة، ولكنه حتى الساعة الأخيرة في حكمه، يعني حتى آخر دقيقة هو محتمل. هو احتمال كائن ولكنه الاحتمال الأضعف على الإطلاق وبنسب قليلة للغاية، لأن لن يسمح له أحد سواء في الداخل الأمريكي حتى لو كان في منتصف حكمي وليس في نهاية حكمي، ولا القوى العظمى الأخرى ستسمح له بذلك، ولا القوى الإقليمية حتى، لأن لا تقول لي أن دول الخليج على استعداد لتدمير ازدهارها أو تدمير جزء منه، ليست على استعداد لذلك، لأن أي دولة طبعا ستدافع عن نفسها على تدوس حرب ومنها دول الخليج، ولكنها لا أعتقد أنها تميل لفكرة شن حرب على إيران الآن، لا أعتقد. نعم، هناك تعليمات إيرانية مشددة لميليشياتها في العراق لا تستفز أمريكا حتى يغادر ترامب البيت الأبيض، وعدم إطلاق أي صاروخ على الأهداف الأمريكية في العراق، وذلك كرد فعل على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، والتحلي أيضا بضبط النفس. كيف تقرأ هذه التعليمات الإيرانية للميليشيات في العراق؟ أعتقد أنها تعليمات صادقة تماما. دعني أقول لك أمرين. الأمر الأول أنه هناك عدة اغتيالات تمت، كعماد غنية وكابنه بعد ذلك، ثم اغتيال سليماني، ثم العالم الإيراني. كل ما سبق لم يكن هناك الرد الرادع، سننتقم سنرد. أنا أترجم من وجهة نظري أنه اعتماد على سياسة النفس الطويل والصبر. أنا بتكلم في البعد الأول الآن، وهو بعد إيراني بحت، بمعنى أن إيران كل هدفها الآن هو استعادة البرنامج النووي. هل هو سلاح نووي؟ هل هو برنامج نووي سلمي؟ ليس هذا هو الموضوع، ولكنها تريد أن تعود إلى ما قبل يونيو أو يونيو 2015، ما قبل يناير 2017، ما قبل يعني إن ترامب أصبح رئيس الولايات المتحدة وغير الاتفاقية النووية. فكل هم إيران الآن العودة لذلك. أي شيء في تحرك عسكري أو في إجراء عدائي سيخسر إيران الكثير، الشأن الداخلي وفي علاقتها مع الدول التي تساعدها. وهذا يسوقني إلى البعد الثاني. البعد الثاني أنني كنت في لقاء مع سفيرين أمس، منهم واحد وأول أمس الآخر سفير في أحد أهم الدول الأوروبية وسفير لأحد أهم دول شرق آسيا. وفي خلال
لقائنا كان من ضمن أهم النقاط أن إيران يهمها جدا ثبات الوضع الحالي، هذا كأراء يعني، وما ثبات الوضع الحالي ليس كمعلومات بالتأكيد. لماذا؟ لأن أي تحرك في شيء من العداء سيضر بالهدف الإيراني القريب وهو العودة إلى الاتفاقية النووية. جون بايدن كان أحد المشاركين للإعداد للاتفاقية النووية كنائب لأوباما الذي هو أحد أهم أسباب إنجاح الاتفاقية النووية التي استمرت في التشاور 13 عام حتى يونيو 2015، إذا كنت أتفق معي في ذلك. إذن فمن البديهي ومع الاستمرار في العقيدة الأمريكية التي تتبعها الإدارات الديمقراطية المتعاقبة ما بين الدولية وبين الواقعية، أعتقد أن جون بايدن سيعود إلى الاتفاقية النووية، وأعتقد أنه صرح بذلك بشكل أو بآخر سواء في حملات انتخابية أو قريبا. هذا أمر. على الصعيد الآخر، الصين الآن، الصين الآن هناك تم إلقاء دعوة بلسان السيد وان يي وزير الخارجية الصيني أعتقد في منتصف شهر أكتوبر بشأن فتح منصة حوار خليجي إيراني على أساس الاتفاقية النووية. فإذا ليس أمريكا وحدها ولكنها أيضا الصين. إذا نظرنا إلى أوروبا سنجد أن الاتحاد الأوروبي الذي وقع وصدق وعمل على الاتفاقية النووية سنجد أعتقد في نفس الاتجاه، أعتقد ذلك. لكن لا بد ألا نغفل الدول المتضررة من هذه، ربما نلتمس لهم العذر في ذلك بالتأكيد، الدول المتضررة للاتفاقية النووية مثل بعض دول الخليج أو دول الخليج بشكل عام وإسرائيل. لأن إيران أنا في رأيي، في رأيي الشخصي، هي بالتأكيد تهدف لأن يكون لديها سلاح نووي. تمام. كيف أخفقت واشنطن في إدارة سياسة الاحتواء المزدوج بمنطقة الشرق الأوسط؟ هايل هايل. الموضوع ده مهم جدا الحقيقة يعني، وأنا عجبني فيه جدا روبرت فاري لما كتب عنه. أولا يعني دعني أوضح نظرية، هي نظرية سياسية، سياسة الاحتواء أو فكرة سياسية. هي وأعطيك مثال حتى السادة المشاهدين يتخيلوا معنى سياسة الاحتواء، ليست كسر أحد الأطراف أو كسر الطرفين المتضادين في الإقليم الذي أفرض فيه استراتيجيتي أنا كدولة عظمى. يعني أمريكا لها استراتيجية في الشرق الأوسط على سبيل المثال، وهناك إيران والعراق، وإيران والعراق كانت دول متضادة ما بين الحكم المللي وصدام حسين، فاضطر إلى كسر أو إسقاط النظام صدام حسين للتحول إلى دولة ديمقراطية كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية. ثم وهذا هو يعتبر ليس احتواء ولكنه كسب سنة قوة لأحد الأطراف على الأقل وإضعاف الطرف الآخر من خلال العقوبات والعقوبات وأساليب أخرى. أما الاحتواء قامت به روسيا بالتحديد. كيف؟ مؤتمر سوتشي هو مثال حي. نجد أن أهم المتنافسين في منطقة الشرق الأوسط أصلاً هم أهم قوتين إقليميتين، هم إيران وتركيا، ثم نجد إسرائيل القوة الثالثة. نجد أن روسيا استطاعت أن تدير صراع المصالح والتنافس بين الدول الثلاثة دون حرب بينهم، وهنا تكون سياسة الاحتواء. هي سياسة صعبة للغاية. أمريكا دائما تنظر أن أنت عدوي أو صديقي. روسيا أكثر برجماتية في هذا الموضوع بشكل لدي حكم حنكة دبلوماسية كبيرة الحقيقة من وجهة نظري، واستطاعت كما قلت لك في سوريا على سبيل المثال أدارت الخلاف أو النزاع أو التنافس التركي الإيراني الإسرائيلي. ومن هنا نجد أن ماذا وصلت إليه العراق؟ هل العراق أصبحت دولة ديمقراطية حرة؟ نتمنى بإذن الله، لكنها ليست كما أعلنت أمريكا أو كانت كما تريد. نعم. أيضا يثير روبرت فارلي الأستاذ في كلية باترسون للدبلوماسية الدولية بجامعة كنتاكي الأمريكية عدة تساؤلات تدور حول ماذا لو أنقذنا اللعبة قبل غزو العراق، وكيف كان يمكن للولايات المتحدة أن تدير العراق وإيران بجوار بعضهما البعض، وكيف كانت ستبدو الخيارات الاستراتيجية اليوم.
ما تعليقك دكتور سيد على هذه التساؤلات؟ هو تخيل، هو يحاول يفرضه في التخيل على ما أتصور يعني. ولكن هل كانت بقى ستنجح الولايات المتحدة في الاحتواء؟ هل كانت ستكون النتائج كما نفضل نحن؟ بمعنى الولايات المتحدة هربت من سياسة الاحتواء لتأكدها مع طرح الاثنين سيناريو، السيناريوهين، حالة الاحتواء ماذا ستكون النتائج، حالة عدم الاحتواء كيف ستكون النتائج. حالة عدم الاحتواء كانوا يتمنوا نتائج أفضل، وهو ما لم يحدث، النتائج كانت للأسف ليست كما نريد. حالة الاحتواء أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت على عديد من الاعتبارات، منها أفغانستان، منها الوضع الداخلي داخل العراق إلى مدى سيستمر. نعم، ننتقل إلى تطورات جائحة كورونا. هناك تقرير يقول كوفيد 19 يختبر قوة الصمود البشري أمام هجمات اللاكائنات، وأن الجنس البشرية لا يزال عرضة للكوارث التي تهز العالم. برأيك دكتور سيد، هل نجحت جائحة كورونا في اختبار قوة الصمود البشري عالميا؟ بالتأكيد نجحت في الاختبار، والنتيجة ليست في صالحنا على الإطلاق طبعا. يعني أنا سأعطيك مثال ظريف. كما قلت لك، كنت بالأمس مع أحد السادة السفراء لأحد الدول الأوروبية المهمة والمؤثرة، وقال لي كلمة جديدة علي في الحقيقة يعني. قال: نحن نتخيل في أوروبا أننا الأفضل، وأن الأمراض والأوبئة كانت ليست لتصيبنا ولكن تصيب الدول الفقيرة في أفريقيا، مع خالص احترامي على سبيل المثال، لكن وجدنا أننا أضعف وأبعد جدا جدا عن هذا التصور. فهذا ما أريد أن أقوله، أننا كبشر ما زلنا في شدة الضعف، ليس فقط أمام الأوبئة ولكن في كيفية الاستعداد لها. ولذلك دي كتاب جديد سيتم نشره إن شاء الله، وأنا ذكرت الكتاب نقطة مهمة جدا. لابد أبعاد الأمن القومي 4 أبعاد رئيسية، الرئيسية هناك أبعاد أخرى كثيرة، ولكن الرئيسية هي السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي. وأنا أرى أنه لابد من فصل البعد الأمن الصحي عن الأمن الاجتماعي، وليكون منفصل للتصدي لمثل هذه الأوبئة. أعتقد أن الاختبار كان قاسي، وأعتقد أن العالم لن يعود إلى طبيعته إلا مع وجود الأمصال أو اللقاحات الفاكسينز، يعني اللي هي المضادة للوباء الحالي على الأقل، فضلا عن الاستعداد للأوبئة القادمة. دعني أقول لك شيئا، أن إدارة أوباما قد تحدثت وقد وفرت بعض الميزانيات والأموال، وأنشأت ربما مؤسسات تابعة لجهاز اللي هو مكتب الأمن القومي الأمريكي لمقاومة الأوبئة، إلا أن ترامب كان أوقفها لسبب أو لآخر، وكانت النتيجة سيئة للغاية. إذن نحن لم ننجح في الاختبار أولا، ثانيا لابد أن نعد لنفسنا بشكل جيد بعيدا عن نظريات المؤامرات المعتوهة الحقيقة يعني، وأن نفكر جيدا في مقابلة تلك الأنواع من الأوبئة، كأنها تحدي خطير ليس بجديد، فهو من مئات السنين وسوف يستمر لمئات السنين. هناك المحاولات شديدة لسببين من وجهة نظر يعني، هذا رأي شخصي. السبب الأول أن العالم يريد أن يعود إلى طبيعته. على سبيل المثال، كنت أحدث دكتور من هونغ كونغ اليوم في الصباح الباكر، واتفقنا أننا لن نتقابل قريبا إلا مع وجود الفاكسين. العديد من السفارات ما زالت مغلقة، يعني مفتوحة ولكنها لا تقابل أي من المستشارين أو الضيوف أو ما ذلك، لأن حتى يتواجد الفاكسين. فالسبب الأول في الفاكسين هو العودة للحياة الطبيعية. السبب الثاني والمهم للفاكسين أن كل دولة تريد أن تتسابق ليكون لها حق الاختراع الأول، أولا كمجد للدولة أنها انتصرت على تلك الجائحة العالمية، ثانيا عائد مادي سيكون كبير، وخاصة بالنسبة للصين في موضوع ما يخص القرامة الصينية، الذي اعتبرها العالم أنها بعض أو من الدول أو عديد من الدول أو على الأقل في البداية أنها السبب في هذا الوباء. وأعتقد سيكون حالة نجاح الصين على سبيل المثال ستكون نصرة قوية جدا بالنسبة لهم، إلا أن إنجلترا تحاول ودول أخرى كثيرة تحاول. نعم، إذن في ختام الحوار أشكرك دكتور سيد الشكر الجزيل لمشاركتك معنا.
شكرا جزيلا فندم، خالص تحياتي لحضرتك. والشكر لكم مشاهدينا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.